ولذين حرينينا دقمين كنا لذين علينا شن سنة يديرات با انت لذين كهي ولا شن سنة يديرات او انت لذين كسو هاي محي تلابو. بسم الله الرحمن الرحيم صحافة حلبانة يوم مد الصومالية حمك سلام يا سلام تسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الكي وحودة وسع على شركة جرائد أن هل كان كآخرنا أو حلبان بلاك وهل كان كآخري محاربة وحير إنان دب وقلنا قضى جوال كبكول جوال كبكول وحوك كوبية هرت شندقم ما قال هذا حدر ما أنت لو قبت لعدد فوش حميدة ومد الصومالية وجد وحا كسوق حي لا بدك مكاله مرك لقيت قد دقمد حدر أي كليهين دقمد تيجلو يدقمد رب دوره أو أي سبب رك عيان شعب كذا يا مامل كذا ب يعني منك خوارج تا الشباب أيده تعالى لقب قبل كبكال وحالي هاي مقال ماذا حديثه حدر ده كمان تكون مداهرة ذي أما لعدد فوش حمد كسو جديد ولا ليا الحال إذا كجفا إذا استي وحا إذا المدنين ظروف أمني يا ظروف سياسة ذي قبل كبكال وحمد نا إنه هلا أمني، إنه هلا دجنايشو، إن أي هلا نقول عربة إن سيد أي دونان أي قلنا الله ذات تاس أو أي كسب جايين من مامل كذا إلا الدولة إثيوبيا خصوصا هرت إثيوبيا شلي إثيوبيا مانت إثيوبيا شلي أو أن إم أو يو لجلين قبل كم إذا سوماليا أو شرعي دردها وحكتر سنين أبتمس أم أمسو وحين أوتر سناية صفة شرعية وحي أوتر سناية صحقة ما أنت إثيوبيا وحي كسو حد قدبتي قرن لماذا يمدح بناني دا لولايت يبادايت الدلك سوماليا ولا ليال سيدا لا سعطان مدح بناني دا الدلك سوماليا لول يباد يعرب وحا مسؤول كاه دولة دا فدرالك سوماليا ما مولك ما أنت إذن كبير الحوصانية إن إثيوبيا أي تهاي ولال أما هيل إثيوبيا شلي وحينو أهد سيدان شاقني لكن سمانتا نو ما أهان ولال يهيل أو عقوسو حد قدبتي مدح بناني دينا دولة نمدنا وحاواي وشرعي إيو نظام يكلا الدنبين وحان إذن لا يهي ممد ندين إن ظروفات الإذن كغفاء إذيستو وحاد مدنا إذن مامول كمركو إذن يمادو قبل كبكول دي مدح حدر دقموين كرب دوري يتيجلو حضر بمرقو لكل ما يوحو شيئا والذين حرينينا دقموين كنا لذين علينا شن سنة إيا ديرات با انتا لذين كو هايي ولا شن سنة إيا ديرات أو انتا لذين كسو هاي محاي تلابو قادين فروم مقالة مدح دي أكمل أكمل غار كهيدو بيدابا إلا إيا تيه رسمي كهيدو برابي محاك سعود بردالي محاك سعود قريولي محاكيني شن سنة كدب إن أي دعان دقال أهلية اسكو الدير قبائلة إن أي دعان دقال ذات محي أدعي باين فورم يارسكي أو مانديتك وهي استمحلها يمدحوينا هذا الجوغة أما مامولك وحاربنا دولة فدرالك إنا أشيغنا إنا الدور كيدا أمني سياسة ذات إيا الدولة نما بأي قادته أو دتك مرين هبابنتا iyo kala qubqubka umada Soomaaliyeed iyo dadka gobolkaas kuwada ee hadda ay sim oo mandate laana ku joogan inay talaabo sharci ah ay qaado ay gudato doorkeeda waxaan galo halkan ku soo gudbinaya reer Bakool dhamaan waxay u qalmaan in deegaanadooda si xor iyo xalaal ay ku tagaan lagu geeyo waxaan ka shaqeynayaa ay waajib tahay dawladda federaalka iyo dawladda maamul goboleedka hadii sida la waayo ولا ليال دولد ما أهان دولد ما أهانينو قرن ما أنها ما أهانينو لكن وحي إلهي مهديسة قرن لماذا الصوماليات يدولد لماذا الصوماليات إنا لو قلت تنازلين ربطان قف سياسية أو معناها أقوين أوي هاي كرسي قون سي جوك ورقي سنقون كرسي إنا جوكتو إنا عدو صوماليات أتوصو راعدو أتوصو تبرا عدو وركرسي إنا جوكتو يين قونين إن دلك سوماليا أتكلم قب قبته وركرسي جو حال وجوه أركتي وحال وجوه وحقبت وحال وجوه سياسة وحن كلها ولا دولة نمذوا أركتي لجذو دتك سوماليا
iyo dadka reerkooda fur galbeed waa in aragti iyo waxqabad iyo fogaan arag laga gadaa. Ma ahan in walaal Soomaaliyeed lagu soo xadgudbay asaga badhiban, amni aan haysan, nolol aanan haysan, maanta in loogu faa'iidaysto ka maamul ahaan, in loo soo tubaraaco nidaamka hadda jooga inay walaal ama hiil ka dhigtaan Itoobiya. Waxaan kaloo intaas sii raacinayaa, waxaan kaloo sii ognahay dhagaro kale iyo abaabulo kale in laga sii qaban rabo degmooyin iyo deegaano kale. Waxaan ayagana ugu digaynaa warnimayahow dowladda Soomaaliya shalay ayada dowladnimada iyo qarannimada hoggaan u ahayd, maantana ayada u ahaanaysa, berina ayada u ahaan doonta. Dowladda Soomaaliya waxay bilowday dib u xureyn, wax dib u xureyn oo ka socda. Miyaad aragteen deegaanada Koonfur Galbeed? Waa maya ciidamadii la diyaariyo oo Soomaaliyeed maxaa lagu diidaa? Ma kan Soomaaliyeed baa walaala? Ciidanka xoogga dalka miyaa walaala? Miskan Itoobiya walaala? Annagu waxaan leenahay haddaana xildhibaanada cod dheer iyo cod gaaban dowladdana inay doorkeeda qaadato, nidaamka maamulka Koonfur Galbeedna uu caqligiisa iyo siyaasadiisa soo celiyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dal iyo dibadba kaga adeego Fiisa kaarka Salaam Somali Bank. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.